السلام عليكم، معكم شاهد العبادي. بهذا الفيديو حاحكي عن موضوع أنا فعلياً بيوم من الأيام كنت واحد من أعدائه، ومش بس من أعدائه، كنت فعلياً الموضوع ماخذ جزء من وقتي ومن حياتي عشان فقط أحذى الناس منه وكمان عشان أكون ضده. الموضوع هو موضوع الحاكم النسوية أو الفيمينيزم. من وقت نوعاً ما مش طويل كثير، ممكن نحكي من بداية هاي السنة، أنا فعليا بلشت أعيد ترتيب حياتي من أول وجديد، وبلشت أني أعيد نظرتي لكثير مواضيع. من هاي المواضيع كانت موقفي من حاكة النسوية. لوقت طويل أنا كنت ضد هاي الحاكة، وممكن حتى لو أنت هسه بحثت على قناتي الموجودة هسه على القناة هتلاقي أكثر من فيديو بتناول فيه أو بحكي شوية اعتراضات عندي أنا شخصيا ضد الحاكة النسوية، وبحكي مثلا حاكة تافهة أو مثلا بعيب على الحاكة عشان بعض النقاط. ومش بس هيك، أنا كمان عندي على الفيسبوك مثلا كانت عندي صفحة بدون ذكر بالصفحة اللي حذفتها حاليا، كان فعليا جل الشغل على هاي الصفحة كان هجوم على الحاكة النسوية. مش بس هجوم، يعني كان في ناس برضو ياخذوا بعض الأشياء اللي كنت أكتبها على الصفحة وينقلوها، وكنت فعليا أهاجم غالبية البنات النسويات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكنت فعليا كنت أضيع كثير من وقتي عشان أقنع الناس إنه هالحاكة مش كويسة. وكل هذا تبدل من بداية هاي السنة لما بلشت أسمع للطرف الثاني. ففعليا أنا كنت زي أي واحد بتبع القطيع، كنت فعليا بضل أسمع من الناس زي مثلا بعض المشايخ ومثلا بعض الناس اللي هم أصلا ضد فكرة المساواة وضد كمان فكرة الفيمينيزم بشكل عام، من رجال دين لشباب بشكل عام، يعني الناس اللي هم أصلا ضد هاي الحاكة كنت فقط أسمع عنهم. كنت فعليا أحيانا أصدق الكلام تاعهم، لأنه بصراحة يعني أنت لما تطلع مثلا على بعض النسويات في الشرق الأوسط مثلا أو مثلا نسويات مثلا اللي على النت، أنت فعليا بتفكر أن الكلام تاع المشايخ صحيح للأسف يعني، وهذا يعني عيب على بعض النسويات، ونحكي عن هذا الموضوع بعدين. المهم يعني تبدل هذا الموضوع كله لما قرأت كتاب الجنس الآخر لسيمون دي بوفوار. وفعليا اللي بعرفني أنا شخصيا، أنا بني آدم بحب أو عندي اهتمام في مجال الأديان، وعندي بعض اهتمام كبير في مجال نقاشات الأديان، وبحب كثير البحث في مجال الأديان، ومتعود دائما إنه مثلا أنت بدك تحكي عن دين معين أو مثلا أنت بدك تحكي عن فكرة معينة لازم تكون عندك علم أو مثلا قرأت الكتاب المخصص لهاي الأفكار. فاشتريت مجموعة من الكتب الحاكة النسوية، صراحة أول ما جبتهم كانت الفكرة الأساسية من إني أشتريهم هي النقد، وكانت فقط الهجوم. قرأت بالأول كتاب سيمون دي بوفوار اللي هي تعتبر واحدة من أشهر المناضلات النسويات، ومع العلم أني أنا فعليا أختلف معها في بعض النقاط، ولكني للحق يعني لما قرأت كتابها اكتشفت أن عندي كثير مفاهيم غلط عن الحاكة النسوية. فجل الكلام اللي حكته مثلا سيمون دي بوفوار مثلا عن وضع المادي، عن أنه مثلا ما لازم يكون عنده مثلا زي ما بيحكوا استقلال مادي عشان الرجل ما يتحكم فيها، انا هذا الاشي انا شايفه بحياتي، يعني شايف مثلا نساء بيعانوا بسبب انهم مثلا ما همش سلطه ماليه زي ما بعضه كلام عن وضع الماء او الزواج. من الاخر كتاب الجنس الاخر هو كتاب معجزه بالنسبه لي، مع بعيده بمره ثانيه اني انا اختلفت معها في بعض النقاط وعملت على قناتي مراجعه كامله للكتاب. بعد قرات كتاب صغير كثير وحوالي 100 صفحه موجود على النت اسمه لماذا يجب أن نكون نسويين أو نسويات، مش بتذكر الاسم ولكنه بهذا المعنى. يعني قرأت هذا الكتاب وبعضه عزز عندي فكرة أنه فعليا أنا فاهم النسوية غلط بنسبة 99%. بعدها بلشت أسمع كمان لبعض النسويات المشهورات في المجال النسوي زي نوال السعدوي، وكمان المناضلات الأجنبيات، وبصراحة الأجنبيات أكثر سمعت لهم لأنه كلام الأجنبيات صراحة منطقي أكثر من العربيات، وهسه حوضح هذا كمان شوي. فمثلا نوال السعدوي أنا زمان كنت أسمع إنها مثلا هي مع تسليع البنت، وكنت أسمع مثلا من الجماعة مثلا اللي هم ضد النسويات النسوية تدعو إلى مثلا الفسق والفجوة، وهذا الكلام كله غلط. النسوية مثلا تدعو فقط لحاية الماء مثلا فقط، يعني حتى نوال السعدوي واحد من الفيديوهات اللي شفته، وانا اتوقع اني حاضركم
صوت الفيديو اللي انا بحكي عنه اللي انا شفته على الشاشة هسا، حكت بالحافي الواحد انه فعليا انا شخصيا ضد تسليع الماء وضد بعض التشدد بلبسها. يعني الموضوع لازم يكون في البداية وبالاخير هو اختيارها الشخصي، تمام؟ فاهمين علي كيف؟ صدقا انا لما سمعت هذا المحاضرة السيدة نوال السعدوي اكتشفت كمان انه انا غلطان كنت بحقها، وبعدها كمان جعت وبلشت اقائلها بعض الكتب تعونها. حملت لها مجموعة كتب من النت زي الأنثى هي الأصل وما إلى ذلك، وبعض قرأت شوية أشياء منها، ولكن صدقا ما انهيت كتبها، ولكن قرأت من كل كتاب من كتبها بعض الأجزاء. اكتشفت فعليا أنه أنا كنت فعليا مغيب جدا فيما يخص الحركة النسوية، وفعليا فكرة المساواة أنا شخصيا مش ضدها، بل بالعكس المساواة إشي جدا جميل وإشي مطلوب في مجتمعاتنا، ومش إشي عاطل فعليا أنها المرأة مثلا تكون عندها نفس الفرص اللي عند الشاب، وكمان الشاب يكون عنده نفس الفرص اللي بتعون البنت. هذا بالعكس هذا إشي جدا ممتاز، ومش غلط مثلا انك تشوف مثلا بنت بتشتغل او مثلا شاب بيشتغل، بالعكس هذا اشي حلو. بالعكس اصلا البنت بتشتغل، انا شخصيا يعني وهي وجهة نظر شخصية، بشوف مثلا البنت مثلا بتشتغل، هاي بنت مثلا على افتراض مثلا واحد مثلا بده يتجوز او شيء، هاي مثلا البنت بتكون عندها خبرة فيما يعرف المسؤولية، مثلا انها بتشتغل بتصرف على حالها، عندها مثلا فكرة خاص ما حدا مثلا متحكم فيها، اللي بتشتغل فعليا انا بالنسبه لي كشادي احسن. ولكن طبعا كل واحد حر، مثلا واحده حابه مثلا ما تشتغل وحابه مثلا تتجوز زي جواز زي بسموه تقليدي او اشي، هذا كمان الموضوع ما بعيبها، هذا الموضوع كمان ما بعيبها. فالموضوع في البدايه والنهايه موضوع بخصها هي وبخص حياتها، ولكن الفكره وين؟ انه احنا بدنا انه هذا الموضوع يكون من اختيار البنت نفسها، ما يكون مثلا في ضغوط مجتمعيه عليها تجباها مثلا تاخذ مثلا دور معين زي مثلا دور الامومه او الدور مثلا تاع زي ما مثلا بيحكوها مثلا بعض الشيوخ اللي بيصوروا لك اياها مثلا عامه عدم المؤاخذه، وانا اسف عن جد على هاللفظ بس انا هحكيه، انها مثلا فقط مخلوقه مثلا عشان عدم المؤاخذه التكاثر، سامحوني يعني على الكلمه مثلا كنت ضايق البعض. ففي ناس هيك عن جد بفكروا، ففعليا كل واحد حر بحاله يعني عدم المؤاخذه، بالذات إذا كانت مثلا بنت بالغة مثلا واجدة، هي ما بتفرق فعليا إشي عن الشاب، الاثنين عندهم عقل وواعيين الاثنين، وكل واحد حر بحياته زي ما بده يشوفها، وبده يشتغل يشتغل ما بده يشتغل، الموضوع كله برجع. فخلاصة الكلام تاعي إني أنا شخصيا اكتشفت إني كنت غلطان بالحركة النسوية، وبسجل أنا هذا الفيديو كاعتراف مني إني أنا كنت غلطان. أظن لحد هسه الكلام ما فيش فيه مشاكل، وأظن الجميع بتفق معي أو النسويات على الأقل في الكلام اللي أنا حكيته بالأول. هسه نيجي على الشق الثاني أو المشكلة اللي عندي أنا شخصيا مع الحركة النسوية، حتى مش الحركة النسوية، مع البنات أو مع النسوية دعيت الشرق الأوسط، بالذات المشاهير وبعض البنات الصغار مثلا بينضموا للحركة النسوية. طيب هسه نيجي على الشق الثاني اللي أنا فعلياً بعتبره مشكلة فيما يخص الحركة النسوية في الشرق الأوسط، وهي المشكلة كمان كانت سبب بإني أنا أبعد مثلاً أو إني ما أشوف الحركة النسوية على حقيقة. المشكلة هي التعصب المش منطقي عند بعض البنات للجنس الآخر، أو مثلاً إنها مثلاً بتكون بنت مثلاً قرأت مثلاً عن معاناة المرأة أو سمعت مثلاً، فبتأخذ مثلاً موقف معادي لجميع الذكور مثلاً يعني. وهذا الموضوع للأسف احنا بنشوفه مثلا عند كثير بنات، للأسف بيشوفوا مثلا مشكلة عند شاب معين فبيبلشوا مثلا يضحكوا او مثلا يتهبروا. مثلا اعطيكم مثال، نفترض مثلا شاب معين اجت صارت مشكلة بينه وبين بنت، البنت هاي يعني عملت شغلة معينة وخلت هذا الشاب يعاني، فاجى مثلا هذا الشاب وكتب مثلا، خلينا نفترض مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي، تمام؟ لهنا الشاب هذا كتب وحكى يا عمي انا بدي حقي، البنت عملت كذا وعملت كذا، واجوا بعد هيك بعض النسويات وتفاعلوا مثلا على المنشور باضحكني اللي هو الوجه اللي بضحك. ممكن البعض يشوف انه هذا موضوع عادي، ولكنه فعليا غير عادي. مثلا تكون بنت مثلا بتضحك على مشاكل بتصير مثلا الجنس الاخر مثلا من الشباب، بالذات لما تكون مثلا مشكله كبيره، يعني احنا ما بنحكيش عن مشكله صغيره مثلا، وبعد هيك يصير مثلا يسخفوا بمشاكل الشباب مثلا اللي هم مثلا بيعانوا بسببها بسبب البنات او بعض البنات، هاي فعليا
زيها زي مثلا الشباب اللي بوقفوا فعليا ضد الماء او ضد الحركه النسويه. او بلاش هذا المثال، نضرب لكم مثال اوضح من هيك كلنا شفنا. جوني ديب مثلا ممثل معروف مثلا، تمام؟ الشخص هذا في العالم الغابي طلعت عليه قصص واشاعات انه هو مثلا بيعنف الماء تعيته، يعني اللي متزوجها كان يعنفها، هيك وصلت اخبار انه بيعنف ماته. فبعد هيك اجت الحركات النسويه في الغاب، ظلت طالب جوني ديب وتحكي عنه وتعمل عنه، وحبسوه وشلوا امله، شل يعني بمعنى الكلمه، شلوا امله لجوني ديب وما حدا وقف معاه، وخسر مصاري كثيره وخسر مثلا ثروه كبيره كثيره بسبب هاي البنت. بالاخير تبين انه كل هاي الاتهامات كاذبه. ما هيك شفت انت انه كل حاجة نسوي وقفوا مع البنت فقط عشانها بنت. I don't know what the foot motion of my actual hand was, but you're fine. I did not hurt you. I did not punch you. I was hitting you. How are your toes? What am I supposed to do? Do this? How are your toes? I'm not sitting here bitching about it, am I? You are. Oh, that's the difference between me and you. You're a fucking baby. Because you start physical fights. You're such a baby. Because you the fuck up. Because you start physical fights. ممكن هسه واحدة ترد علي وتقول لي قصة حلوة يا شادي، ولكن معلش الحركة النسوية طبعا هتوقف مع البنت، والنسويات او البنات بشكل عام طبيعي يوقفوا مع البنات، لانه الحركة النسوية في الاساس بتدافع فقط عن حقوق المرأة. وانا كرد شخصي لشخص يعتبر حاله لساته في بداية النسوية وبالقاء بالحركة النسوية غير صحيح، لسبب واحد. الحركة النسوية في بدايتها كانت تدافع عن مش بس الماء، كانت تدافع عن أصحاب البشرة السوداء، كانت تدافع كمان في وقت من الأوقات عن أصحاب الميول الثانية زي مثلا المثليين أو المتحولين. فمش دايما كانت النسوية بتدافع عن فقط الجنس الأنثوي لحاله، بل العكس صحيح، كانت فعليا هي تدافع عن الأقليات أو عن الناس اللي بيعتازوا مساعدة أو دعم. فالمفروض يعني النسوية مثلا ما توقف، أو مثلا البنت مثلا اللي بتدعي عنها نسوية ما توقف مثلا على جنس ضد جنس ثاني، لا بالعكس، المفروض تكون بنت بتطالب بالعدل والمساواة، وهذا الكلام إحنا كلنا بنتفق عليه اللي هو المساواة. ولكن المساواة كمان أنت لازم كمان تكون تآمن إنه المساواة كمان لازم تكون بالعدل وبالقانون. المساواة كمان لازم تكون إنه مثلا لما نشوف مثلا شخص ظالم نحكي عليه ظالم، مش فقط عشانه والله بنت نقعد نحكي لا عم المساواة هون ما عندناش مساواة، إحنا عندنا هون لازم نظلمك. هذا الموضوع غير مقبول نهائيا، وأظن إنه أي شخص بسمع كلامي وعنده مثلا نوع من أنواع الحس الإنساني هيتفق معي بالكلام اللي أنا بحكيه. وفعليا أنا لما شفت هاي الشوفات كلها هي كانت كمان سبب بإني أبعد عن حركة النسوية صدقا. يعني ثاني نقطة عندي كمان، والمشكلة كمان الأكبر من اللي أنا حكيتها هسه عندي، هي فعليا شيطنة بعض البنات، بعض في بعض النسويات، وأنا فعليا ما بحسبهم فعليا نسويات حقيقيات، ببلشوا مثلا أي بنت مثلا بترفض أو مثلا ما بتحبش مثلا تكون مثلا على النظام اللي هم بدهم اياه، فبتبلش مثلا تهين فيها. نعطي مثال واضح على هالموضوع، نفترض مثلا في بنت حابه تعيش يعني هيك بس تتجوز وتعيش ببيتها وما بتحب تشتغل وبتحب مثلا تلبس لبس معين، يعني خلينا نحكيها بشكل اوضح هي بنت تقليديه هيك بتحب تعيش. للاسف انت بتشوف فعليا انه بعض البنات مثلا النسويات مثلا لما يشوفوا مثلا هذا النوع من البنات التقليديات يبلشوا فعليا يهاجموهم، يبلشوا مثلا يوصفوهم بالعبدات، او مثلا يبلشوا يوصفوهم مثلا باشياء معينه. طبعا انا فاهم مثلا انه مثلا هاي الموضوع اللي هو الهجوم على هاي البنات من مثلا التقليديات هو نتيجه اولا لانه في بعض البنات بيسموا مثلا حالهم بين قوسين اسلاميات، اكيد مش كلهم طبعا، بيهاجموا مثلا البنات مثلا هم مثلا منتميين للطيار مثلا النسوي، انه مثلا هذول بنات معدمات شرف وكذا. انا فاهم مثلا انه في بنات من البنات اللي بيلبسوا مثلا لبس تقليدي حجاب نقاب وكذا، هذول البنات احيانا بيشوفوا حالهم احسن من البنات العاديات فبيوصفوهم بالفاظ مش كويسه. ولكن احنا ايش بنحكي هون؟ انه مثلا انت بتمثل مثلا حركه نسويه، الحركه اللي هي مثلا بتدعم الماء او حقوق الماء، فانت لازم مثلا ما تنقادي لهي الاشياء مثلا وهي المشاكل الجانبيه، خلص بدهم مثلا يحكوا انه كذا كذا، خليه هي تعيش زي ما بدها وانت تعيش زي ما بدك،
ولا تقابلي الإساءة بإساءة، بل خليكي أنت مثال للبنت مثلاً بدها مثلاً حرية مثلاً للتعبية وقضائي. أنا وجهة نظر الشخصية من الآخر كل واحد خليه يعيش زي ما بده بدون ما الثاني يتدخل بكون أفضل، وبلاش موضوع مثلاً هاي مثلاً عشان مثلاً حابة مثلاً تتبع النظام التقليدي عنا فهي أقل مني، أو مثلاً هاي مثلاً تلبس حجاب مثلاً فهي عدم المؤاخذة مش كويسة، زي مثلاً بتحكي بعض الطيارات الإسلامية أو غير إسلامية المتعصبين الغربيين هذول الشباب. كل واحد يعيش زي ما بده وندافع عن حقوق الجميع، هذا هو المطلوب. آخر موضوع حاب أحكي عنه هو موضوع فعلياً الحقوق والواجبات وموضوع مثلاً المساواة. هسا إحنا يعني أو الحق نسوي بشكل عام هي متفقة إنه هي بدها مثلاً مساواة بين رجل بالبارة، يعني بدها تخلينا إنه كلنا إحنا بشر وإحنا كلنا متساويين، وهذا الموضوع أنا معاه فعلياً ومش ضده. ولكن فعلياً لما أنت تشوف مثلاً بعض الصفحات النسوية مثلاً بتهاجم الشباب 24 ساعة، أو مثلاً بتحاول مثلاً تشيطن مثلاً بعض مشاكل الشباب، ودائماً بتعمل مثلاً تركيز كبير كثير على قضايا فقط الماء مثلاً بدون مثلاً متركز مثلاً على بعض القضايا مثلاً اللي بيكون مثلاً مسبب فيها الماء مثلاً، وبتحاول مثلاً أحياناً إنها فعلياً بدها تنزل عقوبات مثلاً عالية أو شاقة مثلاً على الذكر، بس ما بدها مثلاً نفس العقوبات تنزل على الماء مثلاً. وفعلياً قضية شيطنة الشباب هاي فعلياً بتخالف أصلاً هي المنطق النسوي، فزي ما حكيت قبل شوي الحاكة النسوية كانت تدافع عن زنوج، كانت تدافع عن بشرة مثلاً من ميولات أخرى مثلاً أو مختلفة، زي مثلاً زي ما حكينا كانت تدافع مثلاً عن المتحولين جنسياً، عن المثليين، عن كل إشي فعلياً. يعني هي كانت حتى تدافع عن الناس أو الأقليات المظلومة. فما بس أنت مثلاً هسا أنت كبنت مثلاً تظلي مثلاً فقط بدك ظلي تهاجمي فقط الذكور، أو مثلاً أي مشكلة مثلاً بتصير مثلاً مع أي ذكر مثلاً بطلب مثلاً التعاطف مثلاً، أو بطلب مثلاً إنه بده مثلاً دعم مثلاً، أو مثلاً بيحتاج مساعدة، إنك تحكي لا والله هي مش مشكلتي، خليه هو يعمل حركته الذكورية الخاصة، إحنا حركتنا خاصة فقط بالنساء، وهذا فعلياً أكبر غلط. فالحركة النسوية كانت تدافع عن بعض القضايا الخاصة مثلاً في بعض الأجناس الأخرى، وهي هي أصلاً جمال الحركة النسوية إنها بدها مساواة، والمساواة كمان بتقوم إنك أنت كمان بتطالب بحقوقك إنها تكون متساوية، فالبنت قدام القانون زيها زي الشاب، هذا لازم يصير. لازم تبلش بحالك عشان الإنسان اللي قدامك يصدق كلامك وموقفك. وعلى فكرة لو بدنا نمشي على مبدأ كل واحد يعمل حركة وهيك إحنا مش هنخلص. حالياً في حركات على فكرة ذكورية دخلت العالم العربي، زي مثلا حركة مكتاو، وفي فعليا حاليا كثير حركات أصحابها مثلا شباب وبيعملوا مثلا شغل عالي كثير عشان مثلا ينتقدوا الحركة النسوية وإلهم متابعين. إذا كل واحد مثلا بده يقعد يحكي لا يا عم أنا ماليش دخل بحقوق الشعب الثاني أو مثلا الجنس الثاني، إذا إحنا هيك كشعوب لن نتقدم أبدا. إذا إحنا ظلينا مثلا ماشيين على مبدأ لا يا عم انا ماليش دخل بجنسك، انت روح انقلع، انا ما لي علاقه، خلي البنت لازم مثلا يعني بنت مثلا قتلت واحد هاي لازم ما تنعدم، لازم ينعدم فقط الشاب. مثلا البنت هاي مثلا اشتكت على واحد ظلم مثلا لازم ما تتحاسب، اما اذا الشاب اشتكى على البنت لازم يتحاسب. هذا الكلام كله غير منطقي. فانت هيك بتخلي الشباب اولا يكرهوكي، وهيك فعليا مش حيتغير اشي بل حيزيد الحقد عليكي، حيزيد انهم الناس ضدك. العالم الغابي ما تغير فعليا غير لما بلشوا كمان الناس من نفسهم يطالبوا بالتغيير، مش فقط النساء. النساء نعم بالاول، ولكن كمان الناس الاقليات اللي دافعت عنها النسوية لما وقفوا معها، زي مثلا الشواذ، المثليين، الكذا اللي حكينا عنهم قبل شوي، فلما هاي الاقليات كمان اجتمعت صارت اكثرية. فانت ما بصير كمان انك تترك كل الظلم بالعالم وتركزي فقط على شق واحد فقط. نعم انا معترف، وانا هي بقول لك انا معترف فاهم انه في ظلم ضد المرأة، نعم في نوعا ما ناس بيحاولوا مثلا يسيطروا على عليك فقط عشانك انت بنت، انا فاهم هذا الاشي، انا مستوعبه، انا فاهم انه في ناس مثلا بيفرضوا عليك لبس معين، بدهم يفرضوا عليك نظام اكل معين، بدهم يفرضوا عليك حياة معينة، بدهم يفرضوا عليك من تحبي ومن تتجوزي ومن تكرهي وكيف تعيشي وكيف تموتي حتى. انا فاهم هذا الكلام، وانا معاكي انك تاخذي حياتك زيك زي الشاب، تعيشي زيه وتشتغلي وتختاري من تحبي وتتجوزي اذا انت بدك طبعا، انا معاكي بهاي الافكار كلها. ولكن انا على عكس مثلا بعض البنات انا بنطلق من هذا الموضوع
على مبدأ إنه أنا بدي مساواة وإنه إحنا كلنا بشر، مش على مبدأ والله إنه في جنس أحسن من جنس. إحنا فعليا لو بدنا نأخذ على هذا المبدأ إذا إحنا زينا زي النازية. فالنازي هتلر كان فعليا لما يعمل الأشياء اللي عملها هو عملها فقط لشعب واحد، ما كان يهتم بباقي الشعوب. فإحنا لازم دائما لما نعمل مثلا حركة مثلا معنية بحقوق الإنسان لازم ندافع عن حقوق الجميع. وباجع وبحكي أنا فاهم فعليا إنه أنتوا مثلا متضايقات من الإصابة بالوطن العربي، ولكن ليس الجميع أصابعك واحد. لما تشوفي مثلا شخص بيعاني اطلعي وقولي، حتى لو كانت هاي الشخصية مثلا بنت احكي يا لازم هالبنت تتحاسب زيها زي الشاب، لانه انت بدك مساواة، مش مثلا الذكور اللي اجوا طلعوا وحكوا احنا بدنا مساواة، لا بل هي انت. فانت لازم تكوني قدوة عشان الناس تصدق انكم تكون مساواة. لما بنت تغلط تتحاسب زيها زي الشاب، لما الشاب يغلط يتحاسب زيه زي البنت، ما في اختلاف. الفكرة بدي احكيها فقط احنا بنطالب المساواة، فلتكن مساواة، فلنكن كلنا بشر، ما في فروقات. نفترض جدا انه ما في فروقات لا نفسية ولا بيولوجية، هذا افتراض يعني. كلنا نتحاسب بنفس المنطق، كلنا نتحاسب، كلنا قدام القانون نفس الاشي. بنت مثلا ابتلت مثلا على شاب مثلا بقضية معينة زي مثلا التحرش مثلا او مثلا الاغتصاب او وثبت انه هذا الكلام كذب، تتحاكم تتحاسب. شاب ثاني مثلا ثبت انه مثلا حاش ببنت او مثلا عمل فيها اشي، بعضه يتحاسب. الفكرة انه لازم كلنا نوقف عشان نغير بالمجتمع. وفعليا احنا مجتمعنا العربي لسه بده وقت طويل، ولكن انا في يعني اظن انه في خير بالعالم العربي، واظن فعليا انه فعليا ممكن يصير هذا التغيير، ولكن بدنا احنا شوية وقت. وعشان ما نطول لازم كلنا نحط ايدينا بايدين بعض، ولازم كلنا نساعد بعض. الشاب يوقف مع المرأة بحقوقها، والبنت تدافع بعض عن حقوق الرجل في الأشياء مثلا اللي هو مظلوم فيها، أو مثلا فقط جاء مثلا مظلومين بهاي الدنيا. هو فقط هذا تسجيل لوجهة نظر أو التغير اللي صار بالأفكار تعيتي فيما يخص القضية النسوية. فأنا زمان سجلت وحكيت أنا ضدها عشان بعض النقاط، وأنا هسه برضه براجع وبسجل مرة ثانية إنه أنا فعليا كنت غلطان بموقفي، وكان فعليا الموقف اللي أنا أخذته فيما يخص الحركة النسوية غلط. وهذا فعليا التسجيل ممكن حتى نحكي إنه مش للناس، بل هو إلي أنا شخصيا، لأن أنا متأكد فعليا الكلام اللي أنا حكيته ما هو إلا يعني مجرد هيك زوبعة في فنجان زي ما بيحكوها، يعني مجرد كلام مش هيأثر على حدا ولا حيخلي حدا مثلا يدوّى ولا حيأثر بأي شيء. ومجرد كلام أنا حكيته عشان أنا بدي أحكيه وبدي أسجل الموقف تاعي زي ما سجلت موقف. فأنا هنا قاعد بعمل زي تصليح على الخفيف إنه أنا كنت غلطان، وأنا هسا شاهد جديد، أنا هسا بعد ما قرأت، أنا هسا بعد ما بحثت، أنا هسا بعد ما اكتشفت وين الصح، أنا هذا الإنسان. أما شاهد القديم المتعصب اللي كان فعليا ما أخذ كل الأمور غلط، وكان فعليا زي ماشي مع القطيع وشو من قال له يتبع ويصدق، هذا الموضوع أنا ضده، وكمان اكتشفت أنه غلط. فأتمنى إذا عجبك الفيديو أو حتى ما عجبك، يعني أنت الحر بالنهاية والبداية إنك تحط ديسلايك إذا ما عجبك، إذا عجبك حط لايك.